الفاكتور. زينب اللي مشاركة معنا في الفاكتور، مرحبا زينب. مرحبا بكم تنتوما، شكرا بزاف خويا عماد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك زينب. لاباس عليك، تنشكرك بزاف. كل شيء مزيان. كيدايره خالتي عمي؟ كلكم ياك بخير. اليوم زينب اول مره غادي يشارك معنا شي واحد في الفاكتور وباغي يتصل بالجاره ديالو. انتي متصله ماشي الجاره اللي ديالك ديال دابا، مي الجاره اللي كانت معك قبل. وتحولت من جوره لصداقه. دي زوينه. واحد النوعيه ديال الجوره اللي كنا تنسمعوها حنا عند والدينا وجدودنا. انا كنت هي تنسمعها تنقول ما كايناش. ساعه الحمد لله عشتها. ولا غادي تعاودي لنا تلو. واحد الاحساس زوين اللي جات زينب. يعني زينب تحل لك باب دارك. زينب نعم سيدي. احنا كنتصلوا بالجاره. ديروا المفاجاه، غير تسالي الاغنيه دخلي وتكلمي معها. واخا يلا. الو. وي السلام عليكم. لاله. السلام عليكم. مدام سلوى. ياك معك البوسطه ديال الدار البيضاء. اييه مرحبا لاله. كانت عندنا واحد الكوليه ديالكم هنا ومشات لعندكم ورجعت لينا، زعما كاين شي غلط يمكن في الادريسه ولا شي حاجه. يمكن تعطيني الله يجازيك بخير غير الحرف الاول ديال بطاقه التعريف باش نعرف هادي واش ديالكم ونفتح نقول لكم منين جايه هاد الكوليه هادي. بي. شحال شنو هي بي؟ بي. واخا خليك معايا لا الو. هي هي هذه هي هذه مدام سلوى. الو انا غادي نفتح نشوف منين جايه هاد الكوليه هذه. الله يجزيك بخير. اوكي الو، هذه لا كوليه موسيقيه مصيفطه عبر التطبيق ديال البوسطه. مدام سلوى. نعم سيدي. انا غنسمعك هذا الشيء اللي عندك في هاد الكوليه هذه. واخا سيدي. جاري يا جاري اللي دارك حتى داري، واخا تبعدت ويا سلوى زينب ما نسات الحباب، كنتو صحابات وباقي واخا يكونش طاري، انت عزيز عليها وديما عفضة الصحاب. جاري يا جاري الو سلوى. والله الا عرفتك حبيبه، والله الا عرفتك. كيدايره لاباس عليك؟ زينب في لاباس. شوفي انت راه ماشي جارتي، انت راكي صاحبتي. شوفي انت معاك عرفت معنى ديال الصداقه، معاك عرفت انت صاحبتي اللي ما ولدت، انت اختي اللي ما ولدتهاش ليا امي. والله الا اختي. شوفي راكي عزيزه وغاليه. عرفتي انا دابا مصدومه غدا وكنت فايقه وقفت حتى شكيت مع سمات جاري وداك الشيء شكيت وتاكدت. دابا زينب انا شي حاجه زعما غنقولها، مع كل شيء مشى ليا في هذه اللحظه، كل شيء حيت كنت فايقه وداك الشيء كل شيء. انتي ما شوفي عزتك بوحدها وقيلة عز من ولادي، كنظن عز من ولادي. والله العظيم كنظن بانك انت غتكوني عز من الدراري. والله العظيم والله ربي يخليك، راكي عزيزه وغاليه. وشوفي الصداقه ديالنا راه ماشي بطولة العمر، راه بالمواقف وبهذوك الافعال وبهذاك الشيء اللي عشتهم معاك. وتنشكرك بزاف على كاع الفتره اللي كنا مصاحبين فيها وبغيتها تستمر طول العلاقه ديالنا، وراكي عزيزه وغاليه. بوبا تيست واحد. ايوا سي 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 زينب وسلوى. سلوى انت راه ماشي مع البوسطه، انت مع شاده اف ام.
يخليك. انتي دابا المغاربه كاملين كيسمعوا هذا الميساج اللي كتقولوا بعضياتكم، ومن هذا المنبر كنطلبوا حنا كشدايف السماحه من نعيم سميح السيناني الله يسمح ليه هذا النهار هذا. مرحبا، شكرا لكم بجوج والله يخليكم ديما صحابات. شكرا لكم بزاف، شكرا لزينب حبيبه، شكرا بزاف بزاف بزاف، انا كنموت غير كنموت لك. وشكرا للبرنامج بزاف، البرنامج زوين بزاف، وحنا راه متبعينه. الله يدومها محبه وهكذا تكون الجوره، يعني باش كتوصل ان الناس كيحبوا بعضياتهم بهذه الطريقه صافي بليزير. الله يدومها محبه، تبارك الله، الله يحفظكم عزيزه بزاف وغاليه، الله يخليك. ونتمنى هذا البرنامج وليه يخفيكم علينا. الله يحفظك لالا، شكرا، تبقى على خير. لي الفرصه فين نعبر على حبي لهاد صاحبتي بزاف. الله يدومها محبه.